السلام عليكم، انا مغربيه جيت من اجل الوالد ديالي اللي هو صغير و الاجواء كانت كما جيت دابا انا لقيت الناس بداو كيتجمعوا، ما عرفتش النهار كامل كي كان، ولكن دابا لقيت الناس، ولكن السيرفيس كان مزيان، يعني كتعطيهم لي كارت ناسيونال ديالك كيعرفوا كاين منطقه اللي تمشي دير فيه تعمل فيه التصويت وابقى. المهم الامور دايزه مزيانه الحمد لله لحد الان. السلام عليكم، اليوم كما كتشوفوا انتخابات 8 سبتمبر، جينا انا كاني باقي شاب باقي صغير، يعني اول مره كنتخب، جينا استقبلونا باحسن استقبال ورونا كيفاش يعني نعملوا كيفاش نحل تاع ممكن نعملوا كلوار، يعني بزاف الحاجات والاستقبال، ودونا حتى من الغرفه اللي غنفوتوا وعلمونا كل شيء، وبالحكم ان احنا باقيين صغار. السلام عليكم اخويا، معكم راشد الطاوي، اليوم جينا لمدرسة المبروكة مجاورة للحي ديالنا، مجاورة للحي ديالنا الطاوي، جينا صوت التصويت باش حد ياخذ لك داكشي مضبوط، داكشي الطاوي طقطق. السلام عليكم، هذا السيد الطاوي صوتنا وريونا الداخل الطاوي تعاملوا معنا، داكشي فهمتي داكشي كلشي مضبوط داكشي الطاوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.